بداية تحياتي لكم، واسمح لي أن أنعي أسير الحركة الفلسطينية ولي الضفة التي استشهد في سجون الاحتلال بعد مضي 27 عاما في سجنه. لنعود إلى موضوع الهدنة والاتفاقية. أنا شخصيا لا أرى بالمنظور القريب أن هناك هدنة، خاصة أن نتنياهو وجيش الاحتلال طرح منذ بداية العدوان عنوان واضح، ألا وهو إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة، تهجير الفلسطينيين بالقوة وهو فشل به، وتدمير، والأهم تدمير وتصفية واستسلام المقاومة وقتل أو أسر قادتها. لذلك هو يحاول قادة الاحتلال وجيشه بالأخص نتنياهو الذي يعتبر الثعلب السياسي في إسرائيل، يحاول بذكاء التهرب من الضغوط الأمريكية التي يتعرض لها. بالفعل هناك ضغوط أمريكية نتيجة عدة عوامل. العامل الأول أن الإدارة الأمريكية أعطت لإسرائيل الوقت الكافي لهزيمة وتصفية المقاومة وهو فشل بذلك، فالصواريخ للأمس تطلق من جنوب وشمال القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. العامل الثاني أن ما يحدث بدول الجوار، دول الجوار للكيان، الأردن ومصر، هناك مظاهرات ومطالبات شعبية. الإدارة الأمريكية تخاف من تطور هذه الأوضاع، تطور الأوضاع في هذه الدول المجاورة لإسرائيل، ما يشكل خطر على أمن إسرائيل. إضافة للعامل الداخلي داخل أمريكي، وهي عشية الانتخابات، أن هناك ضغط شعبي هائل على الإدارة الأمريكية، والمؤشرات ترجح إلى أن حزب بايدن سيسقط بالانتخابات نتيجة موقفه من الحرب العدوانية التي تجري على شعبنا في قطاع غزة. لذلك أتمنى أنا أن تحدث هدنة، لكن المؤشرات لا تبدو أن هناك هدنة. نتنياهو وإسرائيل منذ اليوم الأول تراوغ بقضية عقد هدنة وصفقة، وما ينشر حسب تقريركم التي تم بثه قبل قليل، ما ينشر من تضارب الإعلام هو إعلام صادق وإعلام نتنياهو الكاذب الذي يحاول تهدئة الرأي العام الإسرائيلي. صحيح، رأي عام لأنه هأريتس سيد رامي تقول بأنه في توقعات بالتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة خلال عطلة عيد الفطر، بالنظر إلى المؤشرات أو هذه النقاط التي ذكرتها قبل قليل حول الموقف الأمريكي، على ما يبدو يعني أفهم من كلامك بأنه نفذ الصبر الأمريكي، يعني لم يعد هناك وقت متاح كبير بالنسبة تقدمه واشنطن لإسرائيل. إلى متى يستطيع، بما أنه نتنياهو يراهن على عامل الوقت اليوم، إلى متى يستطيع نتنياهو المراهنة على عامل الوقت؟ وهذه أفهم من حضرتك بأنه هذه المفاوضات هي لن تكون حاسمة. بالتأكيد المفاوضات لن تكون حاسمة. ما 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 يحسم موضوع الهدنة هو الواقع على الأرض. الإدارة الأمريكية ستستمر بالضغط على الكيان، على الكيان الإسرائيلي، وكما روج بوسائل الإعلام أن هناك سيكون صيغة تغيير بالموقف الأمريكي تجاه إسرائيل. بالنهاية إسرائيل هي أداة من أدوات أمريكا، وليس العكس كما يروج بعض الأنظمة العربية لتهرب من قضية أنه الضغط على أمريكا. حربنا أو الحرب العدوانية هي بدأت بمشورة وموافقة وتسليح أمريكي 100%، واليوم بعد فشل كما قلت قبل قليل، بعد فشل جيش الاحتلال بتصفية المقاومة وتنفيذ أهداف الكيان، أمريكا تحاول الضغط على 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 نتنياهو. نتنياهو كمان يربي العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، أو بالأخص نتنياهو كمان ربى أفعى داخل بيته والآن يحاول التمرد عليه. طيب بالنهاية مصلحة أمريكية ستضغط عليه، لكن متى؟ باعتقادي عما قريب. طيب ما الذي قد يدفع نتنياهو للقبول بصيغة ما؟ الضغط الشعبي داخل إسرائيل، فشلوا بإنجاز ما وعد به شعبه بقضية تصفية المقاومة والإفراج عن المحتجزين. نتنياهو يتمنى سقوط أو قتل جميع المحتجزين كي لا يبادل بأي أسير فلسطيني. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من الضفة الغربية المحلل السياسي رامي أحمد، شكرا جزيلا لك من جديد.